طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردنا سؤال عن الإعجاز العلمي في الناحية التعبدية، وأنا أقول يعني ردا على هذا السؤال أن العبادة أوامر من الله سبحانه وتعالى، يعني سواء فهم الإنسان الحكمة من أداء العبادة أو لم يفهمها عليه أن يؤديها لينال الأجر على ذلك. ولكن إذا فهم الحكمة من وراء العبادة فإنه يحسن أداء هذه العبادة ويتمتع بهذا الأداء متعة أكبر ويؤجر على ذلك أجر أوفر. فنحن مطالبون بالسؤال عن يعني ما هي الحكمة من وراء الصيام مثلا، أو من وراء الصلاة، أو من وراء الزكاة، أو من وراء الحج. لابد أن نسأل، لأننا إذا فهمنا الحكمة فإننا نؤدي العبادة أداء أفضل ونتمتع بهذا الأداء متعة أكبر ونؤجر على ذلك أجرا أوفر إن شاء الله تعالى. ومن على سبيل المثال يعني من ناحية الصيام، بدأ العلم التجريبي يكتشف فوائد هائلة للصيام. فمنذ أيام قليلة صدرت مجلة علمية طبية أمريكية اسمها مجلة المخ والسلوك. يقول كاتب البحث في هذه المجلة أن الصيام يعطي لخلايا المخ القدرة على النمو وإنتاج خلايا جديدة، وهذا كشف لم يكن معروفا من قبل. الصيام الإسلامي اللي هو ما بين يعني 16 و 18 ساعة يعني أو في هذا المتوسط العام يعين المخ على يعني تخليق خلايا جديدة تجدد نشاط هذا المخ، وتعين الإنسان على التغلب على الكثير من الأمراض مثل الزهايمر، مثل فقدان الذاكرة، مثل الاهتزاز العصبي الذي يصيب بعض الأطراف. فهذا بحث جديد تاريخه 15/4 يعني 2020 يخرج يقول هذا الكلام من ناس يعني غير مسلمين. عالم آخر أمريكي اسمه مارك ماتسون يعني في جامعة جون هوبكنز نشر كلاما رائعا يقول تبين له أن الصيام يعين على نمو خلايا عصبية جديدة أيضا، يعني يؤكد الرأي السابق. جامعة سيدني في أستراليا ظهر عنها أيضا تاريخ 11/3 سنة 20 يقولون أن اتضح أن الصيام يعني يعين الكبد على مقاومة الكثير من الأمراض، والكبد عضو أساسي في جسم الإنسان. ويقول مجموعة أخرى من العلماء في جامعة هارفارد أيضا بأن الصيام يعني في الفترة بين 16-18 ساعة في اليوم يؤدي إلى تحسين ضغط الدم، تخفيض نسبة الكوليسترول في الجسم. والجسم الإنسان بيمتلئ على مدار السنة بالنفايات، خلايا ميتة أو خلايا مرضية، شحوم ودهون ونفايات كثيرة، والجسم يحتاج إلى فترة نقاهة ليتخلص من هذه النفايات. وأحد هؤلاء العلماء يقول ثبت له أنه في أثناء الصيام تبدأ الخلايا بإفراز مواد بروتينية تغلف الخلايا الميتة أو المسببة للأمراض زي خلايا سرطان عافانا الله وعافاكم منه، تغلفها تماما فتحولها إلى مادة غذائية تلتهمها الخلايا وتعيش عليها في فترة الصيام. لذلك نقول أن كل البحوث الطبية الجديدة يعني من غير المسلمين تؤكد على قيمة الصيام وأهميته. عالمان يابانيان ومعهما عالمان أمريكيان حصل سنة 2016 على جائزة نوبل، فإنما اكتشف أمرا مهما جدا يعني يقولان أنها أو يقول هؤلاء العلماء أن في فترة الصيام تبتدئ الخلايا الحية في جسم الإنسان تبتدئ بالتهام أي خلايا ميتة أو أي خلايا يعني تحمل مسببات الأمراض، ويسموها أوتوفاجي. أوتوفاجي أوتو يعني ذاتي، وفاجي يعني التهام، يسموه الالتهام الذاتي. يعني هذا موجود عندنا في
الإسلام من 1400 سنة، يعني منح جائزة نوبل عام 2016 على إثبات هذه القضية وحدها، أن في فترة الصيام تتجه الخلايا إلى التهام كل مريض منها، كل ضعيف منها، كل ممرض أو مسبب بسبب أسباب الأمراض منها. وذلك أقول أن الصيام له فوائد صحية كثيرة. وذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا. يعني وهذا أحد هؤلاء الأربعة، البروفيسور ميزوشيما، يصوم رمضان ويصوم يومين من كل أسبوع وهو غير مسلم، لمجرد الفائدة من هذه القضية. ليس هذا فقط، بل أقول أن أحد كبار علماء النفس الألمان اسمه باري شفارتز كتب كلاما رائعا يعني عن أثر الصيام على الإنسان من الناحية النفسية. فيقول باري شفارتز في سنة 2004، يقول: من الضروري أن يتدرب الإنسان ولو لفترات محددة على حرمان نفسه طواعية واختيارا من العديد من رغائبها وشهواتها، ويكون ذلك كأسلوب من أساليب تهذيب هذه النفس وتربيتها على تقوية الإرادة وضبط السلوك أمام العديد من الشهوات والغرائز والانفعالات التي يتعرض لها الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وأنه كلما زادت قدرة الإنسان في ذلك كلما ارتقى في سلم الإنسانية إلى مقامات متسامية في السلوك والفهم والحكم على الأشياء. ويقول على النقيض من ذلك، فإن الإفراط في إشباع الشهوات وفي تقديس الاختيارات يؤدي إلى شيء من عدم القناعة الذي ينتهي بالإنسان إلى حالات من الاكتئاب والشعور بالتعاسة والإحباط المفضي إلى الأمراض النفسية المختلفة. وذلك لأن أغلب الناس لا يعرفون وسيلة لضبط شهواتهم وللتقليل من نهم رغائبهم وشره أطماعهم في هذه الحياة الدنيا. وهنا يتضح وجه آخر من أوجه الإعجاز التشريعي في الصيام. لذلك أقول يعني حتى هؤلاء غير المسلمين بدأوا يدركوا أن كل عبادة فرضها ربنا تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها من الفوائد الصحية المباشرة غير الناحية التعبدية، يعني ما يقنع أي عاقل باتباعها والالتزام بها. أما موضوع المرضى من الشياطين والجن، الشياطين والجن عالم غيبي، يعني لا يستطيع العلم المكتسب أن يقول فيه شيئا، يعني لا نقول في ذلك شيئا. يعني الجن، السحر، الشياطين، كل هذه قضايا غيبية لا يمكن للعلم التجريبي أن يقول فيها قولا، ولكن النواحي الحسية يستطيع العلم أن يقول فيها الشيء الكثير. ونصيحتي لكم أن تجمعوا كلمتكم، يعني كل مجموعة مساجد في منطقة محددة، اتفقوا، خرجوا إلى الجبال وشاهدوا طلوع الفجر وتمايز الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأجمعوا كلمتكم. يعني ولن يلتزم ذلك في كل مدينة في إيطاليا، لأن إيطاليا تمتد طولا وكل مجموعة مدن على خط عرض معين، ولا يمكن أن يعني يكون طلوع الفجر في كل خطوط العرض هذه واحدا على مدار السنة. فكل مجموعة من المساجد قريبة من بعضها البعض، خرجوا وتيقنوا من طلوع الفجر الصادق. وكما أشرت، هناك الفجر الكاذب الذي يأتي قبل الفجر الصادق بنصف ساعة إلى ساعة، وعبارة عن ستائر من النور رأسية عندما تقترب من سطح الأرض تنحني قليلا، فشبهها الرسول صلى الله عليه وسلم بذيل السرحان. وهذا الفجر الكاذب لا علاقة له لا بالصلاة ولا بالإمساك عن الطعام. يأتي الفجر الصادق، وفجر الصادق يكون نور أفقي مع أفق الأرض أفقي، ويكون خط أبيض بداية وصول أشعة الشمس بطريقة غير مباشرة إلى سطح الأرض. تكون الشمس يعني على ارتفاع 18 درجة إلى 14 درجة حسب المناطق المختلفة، ويبدأ هذا النور يرسم لنا خط أبيض على أفق الأرض، ويظل باقي السماء سوداء. وهذا الذي عبر عنه القرآن الكريم: حتى يتميز لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين لكم. يعني ونصيحتي لكم ألا تختلفوا على هذه القضية،
وأجمعوا أمركم، لأن اجتماع الكلمة في بلاد الغربة بالذات يعني أهم بكثير من الاختلاف في هذه القضايا. والله يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد، ويعينكم على العيش في هذه ديار الغربة، وأن يعينكم على حسن الدعوة لهذا الدين بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. وإن كان عندكم أسئلة أخرى إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر، ونختم بالدعاء لكم بقبول الصيام والقيام وتدبر القرآن، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.